أهلا بكم. نناقش في هذه الحلقة التدخل الإيراني في المنطقة ونسأل هل هو دفاع مشروع عن المصالح أم أطماع توسعية؟ ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني وصل إلى تكريت السبت الماضي لتقديم الاستشارات للقادة العراقيين. وأشارت الوكالة إلى أن سليماني شارك استشاريا في العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش العراقي بمساندة مقاتلي الحشد الشعبي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وكانت إيران وقعت اتفاقا مع الحوثيين في اليمن يقضي بتسيير رحلات بين البلدين، ما دفع الرئيس هادي إلى وصف الاتفاق بأنه باطل وغير قانوني، متهما إيران والحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح بالعمل على احتلال صنعاء وإفشال المبادرة الخليجية. فهل نجحت إيران في تحقيق مشروعها في المنطقة؟ وهل الدول العربية تتحمل جزءا من المسؤولية بشأن المد الإيراني؟ شاركونا الحوار عبر صفحتنا على الفيسبوك أو الهاتف. معنا عبر الهاتف حامد البخيتي، ناشط سياسي من اليمن. أهلا بك يا حامد. أهلا وسهلا فيك وفي السادة المشاهدين. حامد، عندما نسمع هذا الرأي من إيران بخصوص الدعم للحوثيين ومؤخرا هذه الاتفاقية الموقعة بين إيران والحوثيين بشأن تسيير رحلات، ما الذي يدفع إيران إلى اتخاذ هذا الموقف بالرغم من أن كل الدول تقف أو لا تعترف بالحوثيين؟ أولا، الاتفاق التسيير رحلات هي اتفاقية وقعت منذ 97 مع الدولة اليمنية، ولكن الدول الخارجية المهيمنة على القرار السياسي في السابق جمدت هذا الاتفاق ونفذ اليوم تنفيذ عملي للاتفاق الذي وقع منذ 97 بين هيئة الطيران المدني وهيئة الطيران المدني الإيراني. هذا من جانب. من جانب ثاني، لماذا يراد لليمن ألا يكون لديه علاقات مع إيران في مجال النقل الجوي مثل ما هو موجود أيضا في الإمارات وموجود أيضا في قطر، بينهما علاقات. لماذا اليمن لا يريدون لها الدول الخارجية المسيطرة على القرار السياسي أن يكون لها أيضا رحلات جوية مع إيران؟ وهذا أيضا جاء في وقت علقت بعض الشركات التابعة للدول التي تريد أن تبقي سيطرتها على القرار السياسي، علقت رحلاتها إلى اليمن. طيب يا حامد، عندما نسمع، يعني مفهوم ما شرحته، ولكن عندما نسمع نائب في البرلمان الإيراني علي رضا زكاني يقول بأنه عندما أشار إلى انضمام رابع عاصمة عربية وهي صنعاء إلى ما يصفه الثورة الإسلامية بعد بغداد وبيروت ودمشق، بالتالي عندما نسمع مثل هذا الكلام من مسؤول إيراني، هل تعتقدون أنتم في اليمن بأن إيران تهدف بالفعل إلى مساندة أو دعم ثورة كما تقول أو حق مشروع لكم، أم أنها هناك هدف من وراء ذلك وهي السيطرة على عواصم عربية بهدف أطماع توسعية لها في المنطقة؟ أولا، الدعم الثورة هو الدعم شعبي، ولا يستطيع أي دولة خارجية أن تدعم ثورة داخلية أبدا، هذا غير صحيح ومنافي للعقل والمنطق. ولكن الموقف الإيراني المساند للثورة الشعبية جاء في الوقت الذي بالنسبة للدول التي كانت مسيطرة على القرار السياسي وقفت ضدها وضد مسارها الثوري، وحتى أنها لم تتبناها إعلاميا، وهذا يجعل إيران في نظر الشعب اليمني السائر بأنها أكثر إيجابية في التعامل مع الثورة. ولكن هذا لا يمثل معظم أو رأي الشارع اليمني بمجمله.
كما قلت لك يا سيدتي، القوى الثورية التي شاركت في ثورة 21 سبتمبر هي الأغلبية، الذي لم يشاركوا في الثورة الشعبية هم فقط حزب الإصلاح، فقط حزب الإخوان المسلمين في اليمن وأتباع. وهم يقولون أنكم لم تشاركوا في الثورة الشعبية ب 2011. على كل حال ابقى معي، سأنتقل الآن إلى علاء الخطيب، هو إعلامي وناشط سياسي عراقي من لندن. أهلا بك علاء. أهلا ومرحبا بك، تحية لك وللمشاهدين الكرام ولضيوفك الأكرم. شكرا علاء. علاء، يعني أيضا الوضع بالعراق كما نسمع في مشاركة ومعلنة من قبل إيران، وآخرها ما ذكر بخصوص مشاركة قاسم سليماني في العمليات العسكرية في تكريت، كيف ممكن أن نشرح العلاقة بين العراق وإيران؟ يعني نفهم أنه في حدود مشتركة، في عنا 1600 كيلومتر حدود، وبالتالي من حق إيران أن تدافع عن مصالحها، ولكن من جهة أخرى هناك تدخل كما يصفه البعض بالسافر في الشؤون العراقية، ما رأيك؟ في البداية حقيقة أقول أن العلاقات الإيرانية العراقية هي شهدت مد وجزر كثير، لكن في الآونة الأخيرة أن العلاقات العراقية الإيرانية أصبحت علاقات استراتيجية كما تعلمين، بناء على مصلحة البلدين. أنت تعلمين أن هناك رفض عربي للنظام السياسي في العراق، يعني وللعملية السياسية منذ البدء، وأنا أعتقد أن هناك تفصيل عربي اتجاه ما يحدث في العراق، لذلك جعل العراق يتجه صوب إيران، وبالتالي إيران كأي دولة بالعالم تبحث عن مصالحها في هذه المنطقة، ودخلت العراق وجدت هناك موضع قدم، وبالتالي العراق اليوم في حالة يحتاج إلى كل الجهود، وهو دعا كل الدول العربية والإقليمية وحتى دعا الدول العالمية أنه تساعده في الوقوف ضد الهجمة الإرهابية لداعش وأخواتها. وبالتالي أنا أقول يعني التدخل الإيراني الذي يصفه البعض بأنه يقول العراقيون، الكثير من العراقيين يعتبر أن هذا تدخل إيجابي وقد حماهم من الهجمة الإرهابية التي أطاحت بداعش اليوم كما نرى في تكريت وفي بعض المناطق العراقية. ولكن يا علاء يعني أيضا تفضل. ثم أن هذا التعاون هو ليس تعاون الحكومة العراقية فحسب، يعني هناك أيضا تعاون كبير جدا بين كردستان وبين إيران، وتعلمين أن قاسم سليماني كان في رحلة في أربيل منذ أن وقفت داعش على حدود أربيل، وبالتالي يعني هذا التدخل كان لابد منه باعتبار انه هناك ضروره للوقوف، واذا ما كان يعني انا اقول نحن نقف مع الشيطان وضد اي جهه تهدد امن العراق وتهدد امن المواطن العراقي. طيب علاء خليك معي ساعود اليك لنسمع الى راي نجلاء العمري الناشطه اليمنيه معي عبر خدمه سكايب. اهلا بك يا نجلاء. نجاء استمعت إلى ما قاله حامد البخيتي وأيضا ما قاله على من العراق، برأيك أنه من حق إيران الدفاع عن نفسها عن مصالحها القومية، وبالتالي هناك عدو بالنسبة لها بالنسبة لمعظم العراقيين وأيضا يعني معظم الدول العربية، وهو وجود تنظيم الدولة الإسلامية، ما رأيك؟ أولا إذا كان من حق إيران أن تدافع على مصالحها، أيضا من حق الدول التي تتدخل فيها من حقها أيضا أن تحافظ على سيادتها. بالنسبة لتدخل إيران في المنطقة وتحديدا أنا أتحدث اليوم عن اليمن، أقول بأن هذا التدخل قد لا يكون قد لا لا لا, لا, لا نقول بأن الجرم الأول يقع على إيران، وإنما سيقع الجرم الأول على أبناء الوطن الذين يسمحون لأي جهة ولأي دولة أن تتدخل في شؤون اليمن الداخلية وأن تمس سيادتها وأن تحصل على مصالحها الشخصية من خلال ضر هذا البلد ومن خلال الحرب الأهلية التي ممكن أن تنشأ نتيجة هذه المصالح الإقليمية والدولية. طيب نجلاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني يقول أن الدولة اللي ساعدت شعوب العراق وسوريا ولبنان واليمن لمواجهة الجماعات الإرهابية
هي إيران، وبالتالي يعني نحن نعرف أنه باليمن هناك تنظيم القاعدة في جماعات متشددة بالجنوب، وبالتالي يعني هناك في حق مشروع بأنه حتى يطالب اليمنيون بتدخل حتى لو كان إيراني، كما قال على أنه نحن ممكن أنه نستعين بالشيطان لمواجهة العدو أو الإرهاب أو التشدد. أنا أتحدث عن اليمن لأن لا ليس لي معرفة حتى كافية حتى باليمن، يعني أنا يعني أقول ذلك كمان أنه ينطبق على اليمن هذا الموضوع. هذا لا ينطبق على اليمن نهائيا لعدة أسباب. أولا القاعدة التي يعني نشأت في اليمن كان بالإمكان أن تتحول إلى أو أن نجد حلولا لها من خلال العمل الاجتماعي، وكان هناك عمل حقيقي على البذور الأولية للقاعدة التي لم تكن لها علاقة بالتسييس والعمل السياسي ومحاولة علي عبد الله صالح تلك الفترة تحويلهم إلى مجرد يعني أناس تفجيريين من أجل أن يفجروا الوضع في البلد، وليسوا قاعدة حقيقية، لم تكن هناك قاعدة حقيقية في اليمن. اليوم دخول الحوثيين بهذه الصورة، محاولة أن يستوطنوا أو أن يستبدوا بالمناطق التي يحلون بها، هذه هي التي ستجعل القاعدة تنتشر وستجعل الشباب يتحولون إلى قاعدة لكي يكون هناك ردة فعل عكسية. نعم. طيب نجلاء ابقي معي. عودة إلى حامد. حامد، يعني هناك مراقبون يقولون بأنه إيران تستخدم الميليشيات التابعة لها في بعض الدول باليمن وبالعراق لتحقيق أهدافها والسيطرة وتوسيع نفوذها، وبالتالي استخدمتكم أنتم كحوثيين لتحقيق ذلك. هذا غير صحيح، هذا ينافي العمل الثوري والسياسي الذي يقوم به أنصار الله مع المكونات السياسية اليمنية. مع أي مكونات سياسية يمنية أنتم متحالفون؟ سواء ليس لا أقصد هنا التحالف، ولكن أقصد في ثورة 2011 اشتركوا أنصار الله مع كل القوى السياسية في ثورة 2011، واشتركوا أيضا في طيب لكن نتحدث الآن الآن الوضع مختلف يا حمد. أوكي أوضح لك، بهذه كانت هم يمثلون شريحة مجتمعية ولم يكن لإيران أي يد في التدخل، ولكن بسبب وجود عدم استقرار سياسي بعد أن حل الموضوع الأمني في بعض المحافظات اليمنية من قبل ثورة 21 سبتمبر والمكونات السياسية المشاركة في ثورة 21 سبتمبر، وجد أن سبب هذا الاستقرار السياسي هو البعد الاستراتيجي، أي مصالح الدول التي كانت تهيمن على القرار السيادي في اليمن، وهي من تدفع بالقوى السياسية اليمنية للتبني مواقف غير مسؤولة وغير وطنية ولا يفضي إلى حل، ويجعلها تتنصل من كل الاتفاقات والوثائق بدعم دولي من الدول التي تهيمن على القرار السياسي، وأقصد بذلك أمريكا التي تريد أن تبقي على الوضع على ما هو عليه لكي تبقي طائرتها تنتهك السيادة اليمنية، وأيضا السعودية التي تريد أن تبقي اليمن حظيرة خلفية متخلفة لا ينمو فيها لا يقوم فيها دولة حقيقية تضمن المواطنين. يعني بهذه الطريقة أنتم ترون بأنه اليمن بطريقه للازدهار بهذه الطريقة اللي عم تمارسوها على الأرض؟ عندما يوجد الاتزان السياسي يوجد الاتزان، عندما يوجد الاتزان الاستراتيجي بين محاور الأقطاب العالمية يوجد الاستقرار السياسي. هو المشكلة في اليمن هي مشكلة سياسية بسبب تنصل القوى السياسية التي تراعي مصالح الخارج، تراعي مصالح أمريكا والسعودية أكثر من مراعاتها لمصالح أبناء اليمن، وهذا ما دفع اليمنيين للمشاركة بشكل كبير في ثورة 21. طيب مفهوم مفهوم حمد، ابقى معي. علاء الخطيب، عودة إليك مجددا. طبعا عندما نسمع بأنه قائد عصائب أهل الحق قيس الخزعلي يشارك أيضا إلى جانب سليماني في هذه العملية، ونحن نعرف أن الخزعلي عليه علامات استفهام كثيرة، كيف ممكن تفسير ذلك؟ أولا قبل أن حقيقة يعني أجيبك على هذا السؤال، دعيني أتساءل هناك سؤال أيضا أسألكه، أنه هل التدخل الإيراني أو التعاون الإيراني العراقي جاء برضا العراقيين أم بعدم رضا العراقيين؟
مثل ما فهمت من كلامك أنه جاء برضا العراقيين. إذا كان برضا العراقيين فما الضير في ذلك؟ لما هناك أيضا قوات. لا هذا كلامك يمكن لا يكون بالأساس واقع. إيه تفضل. لا بالتأكيد بالتأكيد هو برضا العراقيين، لأنه لم يكن هناك أي مقاومة ضد التدخل الإيراني في العراق.